عربت أول سفيرة أمريكية فوق العادة لشؤون المرأة في العالم ميلان فيرفير عن سعادتها بالاهتمام الذي توليه مصر لتحسين وضع المرأة. جاء ذلك خلال جولة قامت بها فيرفير في محافظة أسوان برفقة السفيرة الأمريكية لدى مصر مارغريت سكوبي. في أول زيارة لها لمصر بعد توليها منصبها في يونيو الماضي كأول سفيرة أمريكية فوق العادة لشؤون المرأة في العالم، قضت ميلان فيرفير نحو 8 ساعات في أسوان بصعيد مصر في جولة صاحبتها فيها السفيرة الأمريكية في مصر مارغريت سكوبي، بدأتها بلقاء محافظ أسوان والاطلاع منه على وضع المرأة في الصعيد والتسهيلات المقدمة لها في مجالات التعليم والصحة والعمل والأسرة. والمرأة بلا شك هنا في أسوان يمكن لها وضع مميز، بتشارك في شتى نواحي المجتمع في النواحي السياسية والاجتماعية والخدمية وكل مجالات العمل الاجتماعي والخيري في المجتمع الأسواني. متحف النوبة كان إحدى محطات الجولة التي حريصت كل من فيرفير وسكوبي على التوقف عندها كثيرا للاطلاع على صورة تاريخية لآثار الصعيد، ومثلت فرصة إعلامية لمعرفة التصور الأمريكي لوضع المرأة المصرية وللعلاقات بين البلدين. مصر دولة رائدة في المنطقة، ووضع المرأة بها يتحسن تدريجيا لأن هناك اهتمام من جانب الدولة وكافة شركاء المجتمع المصري بذلك الأمر، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع. العلاقات بين مصر والولايات المتحدة متميزة للغاية، والإدارة الأمريكية تحرص على تطويرها باستمرار، وسوف يتم زيادة التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. الشق الاقتصادي والتعليمي والصحي كان عنوان المحطات الأخرى للجولة، وشملت زيارة إحدى المستفيدات من قروض برنامج المعونة الأمريكية لمصر، ونجحت من خلالها في تنمية مشروع صغير لتطريز الملابس. كما تضمنت الجولة زيارة مدرسة كومومبو الفنية الزراعية لتفقد برنامج المشروعات الصغيرة المدعوم أمريكيا لتنمية الصادرات الزراعية والدخل الريفي عبر برامج تدريب وتأهيل وتوظيف لأبناء الريف بالمدارس الثانوية الزراعية. وفي مستشفى أسوان للتأمين الصحي توقفت الجولة لمتابعة ورشة عمل تابعة لبرنامج تطوير أداء التمريض بمستشفيات صعيد مصر، تشارك في تمويله الوكالة الدولية للمعونة الأمريكية بهدف رفع المستوى المهني للممرضات في صعيد مصر. زيارة أول سفيرة أمريكية فوق العادة لشؤون المرأة لمحافظة أسوان في أول جولة لها بمصر والشرق الأوسط يعكس مدى اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقضايا المرأة في المنطقة وقصة نجاحها في مواجهة التحديات المختلفة. من محافظة أسوان، أحمد فؤاد، النيل.